السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا ويعلم مستقرنا ومستودعنا. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هدى الناس من ضلاله وجمعهم بعد فرقة ووحد بينهم بعد شتات. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لنظمأ بعدها حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة في الدين بدعة، وإن كل بدعة في الدين ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، وكل عام وأمتنا والعالم كله في أمان واستقرار وازدهار. اللهم أمين يا رب العالمين. عام جديد وعلى عملنا شهيد، فاستبقوا الخيرات. هذه الخطبة الأولى في العام الجديد 2020. والحقيقة
ليس عيبا أن نتحدث في ذكرى مضي عام وقدوم عام جديد كما يحلو للبعض أن يستنكر ذلك ويقول لك يعني ما تتحدث عن السنة الميلادية ما تتكلمش عليها. لا نتحدث عنها، الأيام كلها لله سبحانه وتعالى. وإن كانت السنة الميلادية هي ذكرى ميلاد عيسى عليه السلام فنحن أولى بعيسى من أي أحد آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم ونحن أولى بعيسى وأولى بإبراهيم، ها؟ نحن أولى بهم جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فمش هنقول كلمة بقى 2019 و 2020 ونلغي، لا 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 لا، الأيام كلها لله، والله يقول وذكرهم بأيام الله، ولا ندفن رؤوسنا في التراب. لا نتحدث عن الأحداث، ما دمنا نعيش فيها لابد أن نتحدث عنها. أردت اليوم أن أتحدث في سلسلة الفقهيات، خدنا فقه كذا، وفي الخطبة اللي فاتت كان آخر خطبة في 2019 خدنا فقه اغتنام العمر. اليوم بداية جديدة في عام جديد هي فقه التفاؤل. فقه التفاؤل، إن الإنسان يكون متفائل منشرح الصدر، عنده أمل في الغد، عنده نظرة تفاؤلية مستبشر أن القادم أفضل. دي مهمة جدا حياة الإنسان. والأسبوع الفات تكلمنا وذكرنا حتة الشباب، حتى أكثر من أخ بيعلق بعد الخطبة بيقول إذا أنت خليتنا كلنا شباب. نعم صحيح، الشباب ليس مرحلة عمرية من سن كذا إلى سن كذا. بالمناسبة الشباب هو في الروح. في إنسان يبلغ 90 وما زال شابا، لماذا؟ يا إخوة، الذي يفنى والذي يكبر هي الأجساد. يعني مثلا أنا ممكن في الأول كنت يعني رياضي شوية وسمباتيك، بعد شوية نعمل كرش، بعد شوية شعري بيض، بعد شوية ينحني ظهري، دي أعراض الإيه؟ الجسد. أما الروح لا تكبر ولا تشيخ ولا تشيب، لا أكون مبالغ إن قلت ولا تموت. الروح دي لا تنتهي. ليه؟ لما الإنسان بيموت الروح بتروح فين؟ بتطلع منه وتذهب إلى مكان آخر تحلق فيه حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالبعث يوم القيامة فيركب لها إيه؟ جسد جديد. يبقى الروح لا الروح موجودة، الروح هي بس بتنتقل من إلى. يعني من ساعة ما جاءني الملك وأنا في بطن أمي، أنا المتحدث وأنا لسه عندي 120 يوم في بطن أمي، ونفخ فيها الروح، هي نفس الروح، هي اللي بتتكلم الآن على المنبر، هي الروح اللي بتسمع الآن. فهي لا تشيب ولا تشيخ ولا تكبر ولا تمرض. أمال إيه؟ إحنا اللي بنع النفس بقى. عشان كده العلماء قالوا في حاجة اسمها الروح وفي حاجة اسمها النفس. الروح الحياة اللي انت فيك، اللي وضعت فيك ساعة أن كنت في بطن أمك. أما النفس اللي هي بقى النفس الأمارة بالسوء، والنفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس المتشائمة، والنفس المتفائلة، دي حسب إيه؟ حسب حضرتك أنت عاوز إيه؟ يعني واحد بينظر للدنيا بسواد، خلاص هي بالنسبة لك كده، أنت شايفها بنظارة سودة، كل حاجة بالنسبة له سواد، المطر سواد والشمس سواد والاتساع سواد والضيق، هو شايفك. واحد شايف الدنيا ما شاء الله وردي هكذا. يبقى الموضوع ايه؟ الموضوع عند الانسان نفسه هو اللي بيتحكم فيها. فقضية الروح بلاش انك تحس انك انت يعني شيخ كبير وعجوز وانت ما زلت تتحرك وتعطي وتنتج. فالروح دائما هي شابة لا تشيخ ابدا ولا تمرض ابدا، بل لا تفنى ابدا، تنتقل فقط من مرحلة الى مرحلة. ولذلك ان شاء الله يوم القيامة لما نلتقي بإذن الله، أسأل الله أن يجمعنا في الجنة يا رب إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا. وحنفكر حضراتكم والله بإذن الله تفتكروا هذا الكلام وإحنا في الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. حنلتقي تاني، الأرواح هتلتقي، الأرواح بتاعتنا لازم تلتقي تاني، نفس الأرواح. أنا زي ما أنا وباسمي وإنت باسمك وهو كل واحد باسمه، بس الأجساد هتختلف. عشان ربنا عاوز أجساد بقى تتحمل بقى تعيش بقى مع نعيم الجنة وفراش الجنة وطعام الجنة، الشكل لكن نفس الروح بخفة الدم بثقل الدم هو زي ما انت هتكون هناك. فبلاش ان انت تاخد الحياة يعني بلاش تتشائم تقول ده انا وصلت 70 وصلت 60 وريفر، عش شابا كما اراد الله تبارك وتعالى لك. التفاؤل يا جماعة هو يسموه في علم الاصطلاح هو النظر
إلى الجانب الممتلئ من الكوب. التفاؤل هو النظر إلى الأشياء من الصورة الحسنة. التفاؤل أن ترى أن الأشياء كلها تؤول إلى خير. ليه؟ لأن الإنسان المتفائل يعيش دائما في خير. إن كان في شدة وهو في الشدة يعيش في خير. ليه؟ هو منتظر الخير، هو منتظر الفرج، هو منتظر العطاء. فانتظار الخير خير، وانتظار السعادة سعادة. حتى أن الرجل الأعرابي كان مهموم وعنده مشاكل، فالأم مبسوط ومنسجم كده ومنشرح الصدر، فقالوا له ده أنت لم تحقق أمنيتك، يعني الأمنية لم تتحقق. فماذا قال؟ قال منن، هي أمنيات، يعني إن تكن أفضل المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. يعني هو واحد نفسه يكون غني، فمتفائل انه حيكون غني ان شاء الله في المستقبل، وربنا حيوسع عليه والبزنس حيتظبط والبلد حتتفتح له، ربنا حيكرمه، فهو عايش هذه السعاده قبل ان تاتي السعاده. خدت بالك؟ هو عايش هذا الطموح قبل ان ياتي هذا الخير، فهو عاش في الخير مرتين قبل ان ياتي الخير وساعه ان جاء الخير. المتشائم يعيش في الشر مرتين، هو في خير خايف الخير يروح منه، وهو في صحة خايف من المرض، وهو عايش خايف من الموت، ولما يخلف خايف لعيال ينكدوا عليه، فهو عايش في نكد قبل النكد وبعد النكد. ده مين؟ ده المتشائم. احنا مش عاوزين الانسان يكون ايه؟ يكون متفائل. والتفاؤل هذا في الروح، فقه التفاؤل ده كلام موضوع كبير، عاوزين فعلا احنا نعيشه. التفاؤل بقى في كل شيء. التفاؤل ان الله سوف يغفر لك، التفاؤل في رحمة الله سبحانه وتعالى، التفاؤل أن رزق الله واسع وسوف يغدق عليك ويفتح عليك ملكوت السماوات والأرض، التفاؤل أن الله ناصر دينه ومعز أهله ومذل الباطل، التفاؤل أن عطاء الله بغير حساب. تفاؤل تفاؤل. ربنا سبحانه وتعالى لما يتحدث في القرآن الكريم عن التفاؤل يقول لك الناس اللي بتفاؤلوا بمغفرة الله سبحانه وتعالى حسن ربنا هيغفر له. أنا أذنبت، أنا بشر وعملت ذنوب، بس إن شاء الله ربنا هيغفر لي. ليه؟ لأن مغفرة الله واسعة. قرأت آية في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النجم، واسمعوها كما قرأتها أنا والله، والقرآن دائما كل ما تقرأه يأتي لك بجديد. اسمع كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ملك السماوات والأرض بتاع ربنا، حد اشتري يتحكم فيه. كن متفائل، ما تخافش، لأمر دنيا والأمر دين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فير مش كده؟ فير ميزانه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقفنا شوية كده. إن ربك إيه؟ واسع المغفرة. جت عليك أنت؟ يعني أنت شيء هيغفر واسع المغفرة يضيقها عليك أنت؟ طب ليه؟ ليه بتتشائم؟ أصلاً عملت ذنب. حضرتك مثلاً قتلت 99؟ إذا كنت قتلت 99 هو الراجل قتل كام؟ قتل 100 وربنا إيه؟ غفر له. أنا مش عارف أنت قتلت كام، ده موضوع تاني. ها؟ يعني ماذا فعلت أنت حتى تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بقول لك يا شوف مغفرة ربنا إيه؟ وسعت. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، وعارف إن أنت هتعمل أخوة كتير، عارف. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كن متفائل. ده ربنا في القرآن في آية في سورة الزمر بيسموها أرجى آية، الآية بتاعت التفاؤل والأمل كله في القرآن، الآية اللي حنقول لحضرتك ديت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ليه الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى خليك متفائل وخذ بالأسباب واستغفر الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله. بس أنا لو توبت لربنا ما أنا مش عارف يا عم الشيخ هيقبل توبتي ولا لأ. أنا قلت لك من الأول أنت متشائم، يعني بقول لك توب لربنا بقى مش عارف هيقبل ولا مش ليه مش هيقبل.
وانا مش عارف القرآن اللي هيقبل ولا مش هيقبل. طب اسمع دي كده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. مكفياك دي ولا لا؟ وهو الذي يقبل، ولا انت مش من عباده؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وعارف نحن نعمل ذنوب، فبقول لك انت استغفر، انا واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء، يغفر الذنوب جميعا، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ايه كمان، ويعلم ما تفعلون. بس انت كن متفائل، عاوزك تبدأ 2020 ده تقول ان شاء الله عام خير، ان شاء الله عام امان، عام استقرار، عام حقن للدماء، عام حيكون فيه الرزق واسع ان شاء الله، ان شاء الله العام ده ربنا حيصلح لي زوجتي، ان شاء الله العام ده ربنا حيبارك في ذريتي، ان شاء الله العام ده ربنا حيهديني فيه الى سواء السبيل. نظرة متفائلة، تفائل، تفائلوا بالخير. ايه؟ تفائلوا بالخير تجدوه. لازم يكون عندي النظرة دي، نظرة ان رزق الله سبحانه وتعالى واسع. والله الضيق لا يدوم، والشدة لا تدوم، والمرض لا يدوم، والكرب لا يدوم، والفقر لا يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. جاء الرجل يشتكي الفقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني فقير. فالنبي يقول له أبشر، أبشر يعني إن شاء الله ربنا حيكرمك، بداية سنة جديدة كده وإحنا لسه في أول السنة، ربنا حيوسع عليك، بس أنت كن إيه؟ كن متفائل، أبشر. فالرجل مشى ورجع بعد أسبوع أو بعد اثنين، مش لاقي شغل وظروفه صعبة، قال يا رسول الله ظروفي وحالي صعب. قال أبشر، يعني لا تيأس، أبشر. راح الرجل شهر واثنين ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في يده كوب من الماء، فقال يا رسول الله أشتكي إليك الفقر. فقال النبي أبشر واشرب من هذا، أبشر إيه؟ واشرب يعني روق دمك كده واشرب شوية مية وفوق يعني. قال أشبعتني، أبشر. كل ما نجي لك تقول لي أبشر، أنا مش هنأكل عيالي، أبشر، أشبعتني، أبشر. ورد المية اللي في يد مين؟ في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ده كان قناص، قاعد مين عمر وقاعدة أم سلمة زوجة النبي، وفي رواية إن القاعدة كانت حفصة أم عمر، يعني بنت عمر، هي برضو أم عمر مش كده؟ أم زوجات الرسول كلهم إيه؟ أمهات المؤمنين. فقاعدة أم سلمة أو قاعدة حفصة، وعمر قاعد جنب النبي والراجل بيقول له أشبعتني أبشر ورد المية. فالنبي قال ترد بشرى رسول الله؟ نقول لك أبشر ترد بشرى النبي؟ يجي عمر إيه؟ يواخد الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طول يجي شارب. تيجي حفصة تقول له اشرب وابقي لأمك، سيب شوية لأمك، اشرب وابقي لمين؟ لأمك. فيشرب عمر وتشرب حفصة أو تشرب أم سلمة. وعمر شرب ايه؟ عمر شرب البشرة، هو النبي قال له أبشر، فحيشرب وينتظر بقى ليه؟ تيجي امتى بقى؟ بس المهم ان في بشرة هتيجي، يعني يا جاية جاية، لابد أن تأتي، لأن الذي قال هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ويموت سيدنا النبي، ويجي أبو بكر الصديق ويموت أبو بكر، ويتولى عمر الخلافة، وتمتد الفتوحات الإسلامية لحد بلاد فارس في المعركة الشهيرة أو الفتح الشهير اللي هو فتح في معركة القادسية، وتنقطع الأخبار عن سيدنا عمر، مش عارف يتواصل، ما فيش طبعا، ما كانش بقى في إنترنت وما فيش تليفونات، ما فيش التواصل السريع بتاعنا. فعمر مش عارف الأخبار في القادسية إيه اللي بيحصل هو في المدينة، فكل ما يرسل مبعوث ليأتيه بالخبر لا يأتي شيء، مش عارف الدنيا عاملة ازاي. فعمر تذكر كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر البشرة، فخرج على مشارف المدينة وقال اللهم بشرى رسول الله. البشرة بعد ما عادها الآن، ها؟ اللهم بشرى رسول الله. فبينما هو كذلك إذ جاء فارس من بعيد قال أبشر يا عمر فقد فتح الله للمسلمين. قال عمر هي بشرى شرب الماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بشرى رسول الله، استبشر يا أخي، سيأتي الخير والله. كما قلت المرض لا يدوم، والكرب لا يدوم، والعسر لا يدوم أبدا، والله أبدا لا يدوم العسر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس انت خلي عندك نظرة تفاؤلية الى الامام. يونس بن متى وهو في بطن الحوت كان متفائلا، يعني احنا الواحد فينا وقع في كرب بسيط يتشائم، ده يونس في بطن الحوت، وفي رواية انه حوت صغير ابتلعه حوت كبير، ونزل في قاع البحر، يعني سواد فوق سواد، ظلمات بعضها فوق بعض او في ظلمات ثلاث،
وعنده أمل يطلع عنده أمل يطلع ويسبح يقول لربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وربنا يسمع النداء. عنده أمل، هو متفائل لأن هناك رب سبحانه وتعالى موجود. فربنا فاستجبنا له إيه؟ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتى وإنت في الكرب وفي الشدة كن متفائلا. إبراهيم عليه السلام يا إخوة، سيدنا إبراهيم وهو في النار، وهو في النار كان متفائلا لما رحل سيدنا جبريل قال له يا إبراهيم لك حاجة؟ قال إن كان منك فلا، وإن كان من ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ده قمة التفاؤل، عارف إن ربنا سبحانه وتعالى شايف ويسمع ويرى ويبصر، وربنا حيكشف الكرب. فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا زكريا، أمثلة كثيرة. سيدنا زكريا اللي حرم من الإنجاب حتى بلغ من الكبر عتيا، مش كده؟ وقال ربي إني وهن الإيه؟ وهن العظم مني، وعملنا لنا خطبة فقه الدعاء. وهن العظم مني، لكن وهن العظم وما وهن العزم. أهم حاجة العزم، يفضل العزم يعني الروح، العزم يعني الحيوية، العزم يعني التفاؤل. العزم وهن كبير في السن، لكن العزم لا، العزم يظل قوي، عزم الشباب لحد ما تموت انت عندك العزم والعزيمة. إني وهن العظم لكن ما وهن العزم، واشتعل الرأس شيبا لكن العزم قوي والروح شابة. فربنا سبحانه وتعالى استجاب له سبحانه وأعطاه سؤله وأصلحنا له أهله. سيدنا يعقوب عليه السلام وحرم من ابنه 40 سنة وعنده أمل، حتى أولاده بعد 40 سنة بيقولوا له تالله تفتأ وتذكر يوسف. يعني بعد 40 سنة ده يوسف مات وتحلل وراح الموضوع انتهى. 40 سنة وهو لسه بيدعو الله، فأولاده سمعوا قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف. يعني انت لسه فاكر يوسف حتى تكون حرضا؟ يعني تكون مجنون تمشي في الشارع وتخرف كده، أو تكون من الهالكين تبقى الناس؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وينزل سيدنا جبريل يقول له يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك وعزتي وجلالي، لقد استمع الله إلى ندائك ويقول لك لو كان يوسف ابنك ميتا لأحييته لك، لو كان ميت حنحيه لك. عشان متفائل، عنده نظرة. أنت بتسأل السميع البصير، خلي عندك نظرة أمل كده وانظر الحياة برؤية جيدة. والله العظيم التفاؤل ده يشرح الصدر وخلي الإنسان قوي وعنده حيوية وعنده نشاط. وبعدين اللي في علم ربنا حيتم، يعني قدر الله كائن، سواء تشاءمت أم تفاءلت، بدل ما تعيش في هزال وفي ضعف وفي هزيمة نفسية، خلي معنوياتك عالية واللي ربنا سبحانه وتعالى عاوزه حيكون. المشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تفاؤلا، كان لا ينظر إلى الجانب الأسود أو المظلم في حياة الناس أبدا، دائما ينظر إلى الخير، دائما يستبشر، دائما ينظر إلى إشراقات الحياة. يأتي خباب بن الأردت هو عند الكعبة يقول له يا رسول الله إحنا مهزومين ومستضعفين وظروفنا صعبة، ألا تدعو لنا؟ يعني دعي لنا ربنا يكشف عننا الغم والغم والكرب، ربنا يكشف عن الكل يا رب العالمين. فالنبي يقول له إيه يا خباب، أفي شك أنت من أمرك؟ خلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى. يا خباب والله لا ينصرن الله هذا الدين حتى يصبح الراكب من صنعاء إلى حضر موت، مسافة بين مكانين بعيدين، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يا خباب والله لا يبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار، يعني في كل مكان تشرق فيه شمس أو يظلم فيه ليل، بعز عزيز أو بذل ذليل، يعني رضي من رضي وأبى من أبى. النبي كان متفائل لهذا، النبي شاف الكلام ده، والله ما شافه. النبي مات والإسلام في الجزيرة العربية لم يخرج منها، وارتد العرب بعد النبي ما مات. لكن انظر إلى النظرة التفاؤلية والخير الكثير، ربنا يفتح سبحانه وتعالى وييسر. تفاؤل النبي كان ديدا في حياته لما كان في الغار مع أبو بكر الصديق، وأبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. النبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، نظرة تفاؤلية يصطحب معية الله سبحانه وتعالى. النبي هو هارب ويدركه سراقة، هو هربان يوم الهجرة ويدركه الرجل سراقة المعروف سراقة بن مالك، وعاوز يمسك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول له ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى، يعني ارجع وسوف أمنحك وألبسك وأهديك سواري كسرى، المعصم
اللي بيلبسوا كسرة، الساعة بتاعت كسرة، أو التاج بتاع كسرة، أو الكباية الذهب اللي بيشرب فيها كسرة. ارجع يا سراقة ولك سواري كسرة. النبي أصلا هربان من مكة رايح المدينة، هو مش لاقي يأكل ولا عنده دبة يركب عليها، وحالته صعبة جدا ومطارد، وبيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرة. فسراقة مش عارف يستوعب الكلام، يعني لأن التفاؤل عالي جدا. سراقة رجل مش رجل أعرابي كافر مش فاهم. فقال للنبي يا محمد تقصد كسرة ابن هرمز، يعني اللي هو قاعد في أعلى قيادة في العالم ساعتها، ولا أنت في حد تاني اسمه كسرة؟ قال كسرة ابن هرمز. الغريب أنه سراقة صدق النبي، والغريب أنه سراقة كمان تفاعل بتفاؤل النبي واقتنع بكلام النبي ورجع بالفعل، رجع على هذا الأمل. ويموت سيدنا النبي، ويموت سيدنا أبو بكر الصديق، وتفتح البلاد وتفتح المدائن ويفتح مقر كسرى بن هرمز في خلافة عمر بن الخطاب، ويجيبوا السواري بتاعة كسرى. أول ما يجيبوها أول واحد يقف مين؟ سراقة بن مالك. يقول له يا عمر الرسول وعدني، قال لي تلبس، قال نعم. فيلبسهم سراقة ويبكي ويقول بشرني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما حاول تأخذ الأمور بهذا المعنى، أنت تفائل وخلي نظرتنا للعام المقبل دوما تبقى من العمر نظرة خير. إذا لم نعمر وإذا لم نكثر من الخير فيما فات سكي، يعني not problem، اللي جاي إن شاء الله يكون أحسن، وأستطيع أن أبذل من الجهد وأن أحصل من الخير وأن أحصل من الثواب وأن أقرأ من القرآن وأن أحفظ ما تيسر وأن أصل الأرحام وأن أصلح بين الناس وأن أفعل الخيرات وأن أجمع الخير لأهلي، أستطيع أن أفعل في المستقبل. دايما كده لا تتشائم عند أول صدمة تأتيك. كثير من الناس عند أول صدمة تأتيه يتشائم وييأس. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل أعرابي مريض، ومن السنة عندما تدخل على المريض تدعو له بالشفاء، تقول طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل النبي على الأعرابي وقال له لا بأس طهور، طهور يعني ربنا يشفيك. الرجل متشائم، أول مرة يقول دور برد متشائم، فقال طهور، تقول طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير فتورده القبور. فالنبي قال إذن هي إن شاء الله. بعد يومين مات، مات من دور برد. مش البرد ما موتوش، الموت إيه؟ النفس التي ماتت، الروح التي هزمت، التشاؤم الداخلي. بقول لك طهور قبلها من النبي، قالوا طهور إيه؟ بل هي حمى تفور، وعامل مرتب كل حاجة، على شيخ كبير فتورده القبور، قالوا هي كذا. فاكرين الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم لقاه عند الكعبة بيدعي يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وأظنك لن تفعل، مش كده؟ قولوا له يا ذنوبي كتيرة وانت مش هتغفرها، لا لا مش هتعملها. فالنبي قال له ايه؟ قال هو لن يفعل، لان ربنا قال انا عند ايه؟ انا عند ظن عبدي بي وانا معه اينما ذكرني. ده انت تروح لربنا، الرجل قتل ميت نفسه ورايح لربنا سبحانه وتعالى تائب مستغفر، قبل الله توبته وغفر الله ذنبه وتقبل الله عمله، وده عشان عمل شوية ذنوب ولغفر لي ذنوبي وأظنك لا تفعل، قالوا لن يفعل. التفاؤل شيء عظيم جدا يا جماعة. والله كم من أناس كانوا في الحضيض بتفاؤلهم وبنظرتهم المشرقة للمستقبل رفع الله قدرهم. وأكبر مثال على ذلك زوجة فرعون، آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون. دي زوجة مين؟ مش زوجة يعني في واحدة مثلا عايشة مع زوجها مزعلها شوي أو مأثر معها شوي، ما بيدفعش في البلات، مش مخليها تشتغل، عامل لها مشاكل في البيت، بيضربها، أي مشكلة من دي. فبالنسبة لها الدنيا خلاص، وتشاءمت وأبويا داعى عليها وتدعي على أبوها وتدعي على أمها. بالرأي اهدي بس اهدي، هو أنت زوجك فرعون؟ لا يعني مثلا زوجك زي فرعون؟ طب آسيا بنت مزاحم زوجها كان فرعون، ما فيش بعد فرعون قال أنا ربكم الأعلى. آسيا عملت إيه؟ ربنا ضرب بها مثال في القرآن للمؤمنين، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يعني المثال للمؤمنين كان امرأة فرعون. إذ قالت، شوف النظرة بقى التفاؤلية والأمل البعيد، بتقول لهم بتقول لفرعون أنا صحيح مراتك هنا في الدنيا وبتعذبني، لكن إن شاء الله أنا هكون في الجنة وربنا حيبني لي كمان إيه؟ بيت. فين؟
بيت في الجنة، عندها يقين وعندها أمل وعندها تفاؤل وعندها استبشار، وهي بتعذب وهي مرات فرعون. قالت لهم لا إن شاء الله مش هنكون مع فرعون في الآخرة أبدا، ربنا حيمن عليه وحيعطيني أفضل من هذا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك، عوضني يا رب، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من إيه؟ من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. يجي ربنا يستجيب لها، ولما يستجيب لها بدل ما كانت زوجة فرعون في الدنيا تكون في الآخرة زوجة مين؟ زوجة نبي، ومش أي نبي، زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه المفارقات دي؟ طب ما مثلا تبقى زوجة موسى، زوجة هارون، وكان هي أيام موسى وهارون مثلا، يعني وهي أعظم طموحاتها تكون مع موسى ولا مع هارون. ربنا لما يعطي يعطي بغير حساب، لما يعطي يجي واخد الطب حتى في الرسل، يجي واخد محمد صلى الله عليه وسلم، هي كانت زوجة أخس إنسان في البشرية، فيزوجها الله في الآخرة من أعلى إنسان في البشرية، أعلى إنسان في البشرية. تفاءلوا بالخير تجدوه، فتكون زوجة النبي محمد في الجنة. والنبي يقول فيها حديث صحيح صريح واضح، يقول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، يعني الرجالة في رجالة ما شاء الله، يعني من المؤمنين الرجال الذكور منهم في رجال كثير، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. يا سلام، خد بالك النبي يحط لك معنى خاص، حديث صحيح، كمل من الرجال كثير، في رجالة كثير ما شاء الله عليهم ممتازين حاجة تشرف كده، ولم يكن من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. في رواية وخديجة وفاطمة بس مش أكيدة يعني، لكن خديجة وفاطمة لهم حاجة تانية ولهم أحاديث تانية، وفي حديث إنهم من سيدات أهل الجنة بس مش في الحديث ده عشان الأمانة العلمية وأمانة النقل. في حديث تاني سيدات أهل الجنة أربعة، خديجة وفاطمة وآسيا ومريم، لكن أنا بتكلم على الحديث ده. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم ابنة عمران. كيف نالت هذا وكيف أخذت هذا وهي كانت بسيطة جدا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أو كما قال التائبون ذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، قد يعيش الإنسان بلا بصر لكن لا يعيش الإنسان بلا أمل. كثير ناس عايشين بلا بصر، كثير ناس عايشين بلا سمع، كثير ناس فقدوا حواس وعايشين من غيرها، لكن والله صدقوني لا يعيش الإنسان بلا أمل. خذوها قاعدة ثابتة، يعيش الإنسان بلا بصر لكن لا يعيش أبداً بلا أمل، لأن الأمل يفقدك ما أنت فيه ويحرمك المستقبل أيضاً. وهذه أكبر إشكالية، أنه يجعل المستقبل مظلم أمامك. والنبي كان يحارب هذا، يحارب التشاؤم، يريدك أن تنفتح على المستقبل. والله يا إخوة، أعرف أناساً عندهم من الشدة ما يكفي الجبال وما تنؤ منه الجبال وما يكفي آلاف من البشر. أعرف أناساً في ضيق من العيش وفي كرب منه وفي سوء حال وفي مرض، وعندما تسألهم يقولون نحن الحمد لله، والله نحن في فضل من الله سبحانه وتعالى، احنا افضل من غيرنا كثير، والله والله احنا في نعمة، لك الحمد والشكر يا رب. اعرف اناسا في السجون الظالمين، والله 25 سنة سجن و15 سنة سجن و10 سنين سجن ومؤبد يعني طول الحياة، والله واتواصل معهم اسمع حجة علينا يقول لك يا سلام ده احنا في نعيم وربنا حيكرمنا، ده فرج ربنا قادم لن يستمر ابدا حتى زول الغمة وينفرج الكرب وربنا حترفرف أي راية السلام تاني والناس تعيش في حرية وفي أمان، بس استبشروا وادعوا لنا وربنا حيكرمنا. ما هذه المعنويات وماذا التفاؤل وإحنا عايشين في أمريكا وبنأكل وبنشرب وبننعم وسيارات وهيت ومستريحين وزي الفل، والواحد فينا بس لو حصلت مشكلة صغيرة جدا والله العظيم مش عارف ينام، لو سيارته عمل حادث بسيط جدا مش عارف ينام، لو ابنه إيه يا جماعة ده؟ هو احنا مش رجال زي الرجال دي ولا ايه؟
واحنا يوم القيامه هيكون موقفنا ايه مع الناس دي؟ ده احنا هيبقى موقفنا صعب جدا. واحد كان خايف، انا كنت خايف زمان ان انا يوم القيامه ساعه الحساب اكون بجوار واحد من الصحابه الناس الكبار دول، العتاوله دول، زي ابو بكر ولا عمر ولا مش عارف معاذ بن جبل، عشان ربنا هنحاول نهرب ونعيش مع واحد من الناس بتوعنا. ده في ناس ايامنا دول فاقوا الصحابه. ايه النظره التفاؤليه؟ والنبي قال هذا صلى الله عليه وسلم عندما قال اشتقت الى احبابي، فقال الصحابه الستنا احبابك يا رسول الله؟ قال لا، انتوا اصحابي، احبابي ياتون من بعدي، ياتون من بعدي، اجر الواحد منهم بخمسين منكم. الواحد من الزمان اللي احنا عايشين فيه اجره بخمسين من ابي بكر وعمر. فالصحابة قالوا بل بخمسين منهم. قال لا، بل بخمسين منكم. قالوا له ليه؟ يعني ليه الناس اللي بعد منك افضل مننا ياخدوا خمسين حسنة اكثر مننا؟ قال انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. يعني لما الناس ايام النبي يكونوا في شدة يروحوا للنبي فيبشرهم فيتفاءلوا ويستبشروا. احنا ما عندناش حد يبشرنا الا دينك وايمانك وثقتك في ربك سبحانه وتعالى. فاعرف اناسا عندهم من التفاؤل ما يكفي الأمة، مع ان عندهم احزان كثيرة يدفنونها في داخلهم. استبشروا يا اخوة، تفاءلوا بالخير تجدوه. عش عشة الشباب والحيوية والنشاط، وقدم لدينك وقل ان الخير قادم، وقل ان القادم افضل، و2020 افضل من 2019، والزمان القادم افضل مما قبله. هكذا استبشر وبشر الناس، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيقدر الخير والله على ايدينا جميعا، وسوف ينشر الخير ويعم الرخاء والرزق والامان والسلام والاطمئنان، ويهلك الظالمين وينصر المظلومين ويفرج الكرب. بس كن انت متفائل، خذ بالاسباب، ادي ما عليك، ادي دورك، لكن كن ايه؟ لكن كن متفائل. المرأة اللي راحت للنبي وكانت تصرع، المرأة المجنونة راحت للنبي قالت يا رسول الله ادعو الله ان يشفيني، دعيني ربنا يشفيني. فقال لها ادعو لك بالشفاء ام تصبري ولك الجنة؟ خلاص قالت اصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله الا اتكشف. خلاص يعني في امل، يعني في تفاؤل، يعني في جنة في الاخر. خلاص خلي نظرتك متفائلة، وبعدين كل خير لا يعقبه جنة فليس بخير، وكل شر لا تعقبه نار فليس بشر. الخير الذي لا يوصلك إلى جنة سيبك منه، ملوش لازمة. والشر الذي لا يوصلك إلى النار ما تزعلش منه، لأن دي كلها حاجات بسيطة جدا. الله حتى لو كنت في شدائد، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأخذ العبد الذي كان عاش طول حياته في الكرب والشدة والألم، لكن متفائل وعنده نظرة أمل وراضي بحكم ربنا سبحانه وتعالى، ثم يغمس في الجنة غمسة واحدة، غمسة واحدة في الجنة. ربنا يقول ها ايه أخبار بقى الدنيا والتعب؟ يقول لا لا لا، الدنيا دي كانت خمس دقائق، ولا ما رأيت ألما قط وما رأيت قحطا قط. ويؤتى بالمتنعم فيغمس في النار غمسة واحدة، يقول له هل رأيت خيرا قط؟ يقول والله ما رأيت خيرا قط. التفاؤل والنظرة المستقبلية والاستبشار هي التي تجعل الإنسان يعيش حياة أفضل، رغم أن العالم الآن يتكالب، والعالم الناس تتحدث العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة، قوى إقليمية تتحرك هنا في الشرق وفي الغرب، لكن نحن نستبشر أن القادم إن شاء الله سيكون أفضل، لأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أخيرا يا إخوة، غدا إن شاء الله رب العالمين السبت هو أول سبت في السنة الجديدة وفي العام الجديد، كما تعودنا هو يوم الجالية، يوم نجتمع فيه جميعا من كل مكان، الرجال والنساء والشباب والبنات والصغار والكبار، لنلتقي على مأدوبة الطعام وعلى مأدوبة القرآن وعلى مأدوبة العلم، لنتعلم ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، ونتدارس أحوال جاليتنا. فجميعا حضراتكم مدعوون غدا من بين الساعة السادسة ونهاية بالساعة الثامنة وصلاة العشاء على يوم الجالية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم بصرنا بعيوبنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا ينفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور.
اللهم كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرج كرب المكروبين، ونفث هم المهمومين، وقض الدين عن المدينين، وفك الحصار عن المحاصرين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.